تحياتي لكم. اليوم عندي كنز، كنز واصلني من المملكة العربية السعودية. هذا الكنز من الصديق العزيز فواز الهناء، وهو شخص مهتم في الخزف وفي الطينات، فجايب لي معاه من السعودية طينة مكة وطينة المدينة وأيضا طينة الرياض كما تشوفون، وطينة حائل في منطقة حائل، وأيضا طينة الإحساء، وهذه طينة مهمة جدا. راح نتعرف عليهم، راح نسوي عليهم تجارب، نشوف نسبة الانكماش، نشوف حريق، نشوف تعرضهم للون، تحملهم للتشكيل، راح نوافقكم بالتغرير. شكرا للأستاذ فواز.